نزيد الفصل الثاني الآن. كنت بسرعة نسين النقص شوية، موش موضوع طويل، ولكن فاضل الرباعي قلت لكم منذ الستينات سبعينات كان يخدم مع دكتور سليم كمال الصليبي في الاركيولوجي وكذا، ولاحظوا انه كل شيء اللي صابوه في متعلقه هذه كل شيء خارج من اليمن، الجزيره العربيه متعلقه باليهوديه موجوده في اليمن، ومشي وهذه ما عندهاش علاقه قبل كما قلنا باليهوديه، قلتها لكم كانوا حتى احنا في المغرب العربي تسيبوها في شمو في الدراهم في الايام القدامى تسيبوها في ما عندهاش علاقه اطلاقا باليهوديه. هو يشرح ويعني فيه تبادل المعلومات بينه وبين إسرائيل فينكلشتاين، وهذا صهيوني، صهيوني، وكلمة صهيون ما عندهاش علاقة بالصهيون، فيه تشوفوا الديوان في المعلقات يتكلموا على صهيون، صهيون في اليمن، يروشلم في اليمن وأريحة في اليمن، وما عاد نشوفوا عليها متأكدين، قالوا ما فيه ولا شيء في فلسطين، يعني اللي سموها إسرائيل صارت اليوم راهي في مأزق، ما عادهاش كيف هدير، يعني تاريخيين راهي في ما عادهاش كيف تخرج من هذه الأكاذيب، ونشوفوا على داروا الأكاذيب. نسيت ما قلت لكمش في الأكاذيب، الأستاذة البروفيسور كريستين هايز قلت لهم باللي هذه اللي لازم تفهموها الناس اللي مش فاهمين الدين، قلت لهم باللي الأستاذة البروفيسورة قلت لهم باللي فلسطين في العالم أكبر منطقة للتبادل الاقتصادي منذ التاريخ المكتوب، كانت هي معروفة باللغة الفرنسية اسمها بلاك تورنونت، كارفور انترناسيونال عالمي للتجارة، هذا ما كانش عندها علاقة عليها، هما يحاولوا يسيطروا عليها هاد الناس اللي كما الفرنسيين لما جو الجزائريين ما عندهمش مشروع كما نقولوا احنا حضاري، عندهم اقتصادي كوربوريشن. ومن بعد ندير راني كاتب كتاب تاع لوغد مونديال النظام العالمي على الكوربوريشن، شركات الغرب شركه ماشي حضاره. نعاودوا نرجعوا للموضوع اللي كنا فيه، كنت لاحق هذه هذا الجملة هذه في العهد القديم يحكوا على بلي اليهود القدامى اليعقوبيين كانوا يزوروا زمزم، مانيش عارف اللي تقدروا تقراوها، كانوا يروحوا لزمزم يزوروها مكة، هنا مكة. الأستاذ هذا العلامة القبيسي عدوا تقريبا 100 كتب في الموضوع هذا، حقيقة اللغة العربية تقدروا تطالعوا على هذا الفيديو وتفرجوها، يعني طويلة وتقني، يعني اللي عدوا المستوى غادي يفهمها في حقيقة اللغة العبرية. محمد بهجت القبيسي ويحكي العبرية ما تكذبتش، وكل نشوفوا عليها ما تكذبتش وكيفها وين أول مرة تكذبت والوضع الكذب بدا يخرج. هذا بروفيسور أونغي أطلون، يهودي جزائري من البليدة، بروفيسور ميدسان بيولوجيست، قال لهم باللي اليهودية ما هي ظهرت في العصر في القرون الوسطى المويناج، هذا ما كان، هي جات من بعد المسيحية والإسلام اللي نحكوا عليها العصرية، احنا هو ما مش عارفين هم يحسبوا الوحدة، انا اللي فصلتهم قلت كان واحدة عصرية واحدة قديمة من الصحابي الفريق اللي كنت نترجم انا وياهم من اليمن، هذه هو كاسون لي موريسون تقراوها، ويعطي الدروس وكذا تقدروا تطلعوا عليه لافونسيون دو لا راديسيون جويف لو سور دو بروفيسور اتلون، كيما شلومو ساند لما قال لهم كاتب كتاب لافونسيون فابريكا، يعني الشعب الاسرائيلي. لازم تعرفوا باللي كل كلمات في التورات خاضين هم اللغة العربية، هذا مش أنا اللي نقولها، بروفيسور إسرائيل كنول قال لهم كما يهوى ولا كيسموه، كلكم شوفوا كل كلمة في اللي عندها دور في العبرية، وهي عبرية هي لهجة بربارية، حكيت لكم اشتهي البربارية الكنعانية، كلها خاضين هم اللغة العربية. كيسموه ما ننساهش الربي لونسيان غابان تاع باريس في الثمانينات التسعينات، استغفر الله، كيسموه نسيت اسمه ستراس سيرات، لو غابان سيرات لو كون غابان دو باريس، قال لهم اللي يريد اللي يحب يفهم
العهد القديم لازم يعرف اللغة العربية واللغة البربرية. ومن بعد هذه نعطيها لكم يعني كمفاجأة، العهد الجديد خاضوا كوبي كولي بلاجي 214 آية وجملة من العهد القديم. بين لكم باللي ولا العهد القديم تكتب، والعهد القديم نسيت ما قلت لكمش كيسموها الأستاذة هيس قلت لهم باللي العهد القديم تكتب تناخ تكتب في الـ في الـ في الـ في القرن 12 12 ولا العاشر ولا 11 ولا 12، ما اقدم النسخه اللي عندهم من 13، يمكن 13 الا 10 عندهم 3 قرون هو يتكتب، بصح ما كانش فوق ال 11 القرن ال 11 قرون الوسطى الميلادي. هذه باش تعرفوها، وهما العهد القديم خاضين من العدو. هذا ربي ودكتور في الـ في الـ في اللهوت اللي يحكي عليها، تقدروا تطلعوا عليها، سينجر رابان اورثودوكس سينجر ثاني في الله. الان لازم تعرفوا باللي الالفاظ السماوات وشو اسمها الحياه البرزخيه ولا الجنه ولا النار مش موجوده في العهد القادم والعهد الجديد، خادوها من هاكم شوفوا خادينها من القران، كل شيء خادينها من القران. هذا الدكتور بارت ايرمان كتب تقريبا 40 كتب على الموضوع، قال لهم باللي مش موجوده لما تقراوا النسخه الاصليه باليونانيه الجنه والنار غير موجودين في العهد الجديد وايضا في العهد القادم. من خاضوها هو قال لهم بلي خاضوها من اليونانيين، ولكن اليونانيين أغلبية منهم كما بيثاغور ما صابوهش، ما عدوش كاع الآثار، بيثاغور خيالي ما كانش، وهو اللي خرج هذا النظرية تاع افتر لايف كما الحياة يعني بعد الموت، ما كانش هو اللي خرجها، بصح هو غير موجود، هو غير كما نقولوا اخترعوه. هي خارجة من القرآن من عدد المسلمين وما مش حابين يحترفوا عليها، رام يخرجوا لنا في بيثاغور. سقراط لا وجود له، كاع النظرية تاع سقراط خادينها من عدد المسلمين، هذا هو قراوه باللي بيثاغور اللي خرج الافتر لايف كيسموها النار والجنة غير يعني ما عدوش ما صابوش في التاريخ هاونا. تقراوها هنا the guy never actually wrote anything، غير موجود غير خيالي، هما اللي علاه باش يخبوا شو اسمه الحقيقه انه خذوه من القران. هذا مكان الحقنا لتيرت، هذا هو العالم العربي القريشي والربي لمتيرت في تقراوها هنا الرساله اليهوديه بن يهودا ابن قريش متيرت، وحنا عندي الوثائق يهودا ابن قريش حاخام يهودي عاش في مدينة تهرت، كان نقولها تهرت تا هذه تاع كيسموها تاع اليمن وتاع البربرية، تهرت في الجزائر في القرن التاسع الميلادي، وهو أول من رسالة خاصة من حوالي 100 ورقة يقارن فيها بين اللغة العبرية والأرامية والعربية، لأنه هذه ما تهمش قراوها، بصح ليهم أهم شيء هنا كتبها باللغة العربية، كتبها باللغة العربية كنت طلعوا له هنا، وانتم سألوا نفوسكم ها هوينا يهودا ابن قريش كاتبها باللغة العربية. لماذا؟ لأن اللغة العبرية لا وجود لها، ما كانش موجودة، راكم تشوفوا فيها متيارت عليها قلت لكم، وهذا الدرس هذا اللي عاطيه اللي مفسره هو الدكتور أحمد بهجة القبيسي، قال لهم باللي هو اللي خرج اللي يسموه التناخ، والسبعاني السبعياني ولا كسموه السبعاني السبتيواجنت مكتوب في قرن السابع نهاية السادس السابع، كلهم من بعد القرآن، كلهم من بعد القرآن. وكيسموه أكبر خاخام وأكبر ربي في التاريخ اليهودية مايمونيد كان يكتب غير بالعربية وين أنا يكتب بالعربية، كان عايش في الأندلس وكان يكتب غير بالعربية، لي وراهي العبرية ولا كانت موجودة وراهي. وكل كيسموهم العلماء اللاهوت اليهود
كانوا يكتبوا باللغه العربيه. ها هم هنا خارج من الشباط اورغ وهذاك الاخر تقدروا تطلعوا له ماشي تاعي انا، كلهم جو ستاندر هما اللي كتبها، كلهم كانوا يكتبوا باللغه العربيه. اسالوا نفوسكم الان، انا رحت بسرعه، اسالوا نفوسكم الان لماذا كتبت الكتب والتفسير تبع اليهوديه باللغه العربيه؟ إن لان اللغه العبريه غير موجوده واخترعوها في مدينة تيارت اللي كنت نحكي لكم عليها. هذه رسالة، هذه من الجامعة أكاديمية دات إيديو من الجامعة، تحكي مقال طويل، هذه بحث طويل ويفهم فيها عبد الرحمن السليمان، يفهم فيها باللي شو اسمه باللي يهودا ابن قريش، هو من قريش، من قريشي، هو كان ربي، ها هوينا كان ربي وكاتب. أنا من نعرفها كيف أنا نعرف الموضوع هذا، إحنا في تيارت عندنا زاوية قديمة، والكتب اللي كانوا عندنا من قبل من الأيام الأمويين ولا أخدم على الأقل أنا نعقل عليهم من الأندلس، وشدرت فرنسا الجيش الاحتلال الفرنسي في 54 حرقت لنا الزاوية لدرجة الماء النهر واد مينا رجعك أسود، رجعك حل بالحرق ونقع الكتب، والأب خلى منهم كان باقي منهم، وعليها رانا نعطيكم في هذا المعلومات. أنا ما عديش على نخليهم نشدهم من نفسي ونبلع عليهم، رانا نعطيهم بشوية للتاريخ الجزائر وللتاريخ البربر وللتاريخ كل شيء مكتوب فيه، وراني بشوية نخرجهم. كونوا في علمكم باللي اليهودية العصرية خارجة بالتيارات من الجزائر وخرجها عربي، هذا ما كان. وكل المسيحية اللي تكلمنا عليها، المسيحية ما مبنية، المسيحية مبنية على الإسلام، خاضوا ما عندهم شيء يسموها مثال تاع الجنة والنار، تكلمنا عليه، خاضوه من القرآن. اليهود الأوروبيين أغلبيتهم خازار، أنا الأول عندي أكثر من 20 سنة كتبت عليهم، ولما كنت نترجم باللي بنجامين فريدمان، قلت لكم انا اللي ترجمته في التسعينات، انا يحكي هذا التاريخ كيف الخازار كي كانوا في الاندلس، كان واحد الوزير في الاندلس كان يزورهم، هو اللي كتب عليهم اول مره، هو يهودي الديانه كيسموه ابن الشابروت، هذا هو اللي كتب عليهم. و95% تاع اليهود العصريين اللي عايشين في اليوم 95% حتى نقول يهودية، ما همش الأصليين، ما همش يهود، اليهود الأصليين هادو هما، هم من الأصليين هادو هما، هما عرب قحطانيين، هادو هما الأصليين. وأنا عليك كنت نقول البربر، كنت نقول لهم باللي في العهد القديم في شو اسمه التكوين، في سفر التكوين يقول لك باللي العبرية يقول لك لهجة، هما اللي يقولوا لهجة، شفا هذه بالعبرية. أنا كنت نترجم العبرية ما عديش مستوى عالي فيها، هي متركبة على العربية سهلة، كما تقولوا احنا الألمانية والهولندية، الهولندية كانت ألمانية قبل ما يفرقوهم، تفهموها العبرية تقدروا تفهموها. وقلتها شحال من المرة، احنا عندنا في تيارت بكري كانوا اليهود كانوا يتفاهموا كثير مع القبائل، هذا ما كان. وعليها قلت لكم باللي الكنعانية البربرية هي كنعانية، ويكون في علمكم باللي هذا الشعوب هادو كلهم كما نقولوا احنا راسة واحدة عرق واحد، كلهم قحطانيين، والبربر قحطانيين، والكان يفصلهم هم الديانة اللي كانت تفصلهم، هذا ما كان، ما كانش يفصلهم العرق، عرق واحد. والعرب المستعربة العدنانيين كما في مكة جاءوا من بعد عليها، أنا كي قلت لهم الناس زعلانين زعفانين، كي قلت لهم باللي البربر هم العرب القحطانيين مبني على اللغوي لانجويستيك والآثار كما نقولوا احنا اللانجويستيك الآثار والتاريخ، ما نشبتها من راسي. شكرا، أعتقد كملت، شكرا والسلام عليكم.